برودة الطقس تهيمن على مدينة جنيف، ومبنى الأمم المتحدة يعج بالصحفيين. فالمبنى يحتضن الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة. نيران القصف على المدنيين في شمال سوريا حاضرة في اجتماعات اللجنة اليوم، وهذا ما أكده الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة خلال لقاء جمعه مع المبعوث الدولي جير بيدرسون. وتحدث البحرة أن ما حصل في مخيم قاح يفقد العملية السياسية زخمها الشعبية وصدقيتها، ولا سيما فيما يخص ضرورة إيقاف العنف وتنفيذ اتفاقات خفض التصعيد، وصولا إلى تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في جميع الأراضي السورية. وفود اللجنة الدستورية المصغرة وصلت بالتتابع. ممثلو هيئة التفاوض السورية تقدموا بمقترح حول جدول أعمال الدورة الثانية للجنة الدستورية، وأكدوا أهمية الدخول في نقاش جاد حول الأبواب العامة وكل المضامين الدستورية الأخرى. الجولة الأولى من الاجتماعات، والتي انتهت دون مصافحة وبأجواء مشحونة، لم تحمل كثيرا من التفاؤل للمضي قدما في عمل اللجنة الدستورية، في حين ذهب سياسيون وباحثون إلى وصفها بالاجتماعات العبثية التي لا جدوى حقيقية منها. اجتماعات تستمر حتى 29 من الشهر الجاري. القوى الكبرى والأطراف الضامنة تسعى إلى إنجاح هذه المهمة، فماذا ستقدم اجتماعات الجولة الثانية في الوقت الذي يستمر فيه النظام بقصف المدن السورية؟ علاء الدين صلال، تلفزيون سوريا، جنيف.